صباح الخير والنور. هذا الروتين الصباحي سيكون باللغة العربية الفصحى، وسأقوم بكل العادات التي تجعل يومك نشيطا وعمليا. وينطلق العد. كثير من المعدات. أول خطوة الاستحمام بماء بارد، يوقظ كل خلايا جسمك. بطبيعة الحال إذا كنت تستطيع. فأنا أستطيع. أهم شيء في الماء البارد هي تلك اللحظة التي تقوم فيها به. تلك اللحظة هي أهم شيء، هي التي توقف كل شيء. انظروا كيف تغيرت علي. لاحظ، فهو يزيد من معدل هرمون السعادة. هرمون السعادة كان عاليا لديك، فستكون عمليا لدرجة رهيبة. أعرف ما اسم هذه بالعربية لكم؟ لدي السخانة. أمزح لا أمزح، هذا تورم ساخن. حسنا، أول شيء سأحلق لحيتي التي لا توجد أصلا. أنا لا أنصح أحدا بحلق اللحية، لا أنصح أحدا، أنا أفعل ما أريد ولكن لا أنصح أحدا. أيها السيدات، أيها السيدات والسادة، لقد تبوجت جيدا، لقد أصبحت وسيما. كنت أنسى هذا مهم جدا. يجب أن أتودع، فأهم شيء أكررها وأكررها، عيني الروح تغذي بطنك، تغذي عضلاتك، تغذي روحك. سيدتي سادتي، أصبحنا وأصبح الملك يدان. أحتاج قميصا لأصلي. قميص أسود، الأسود عندما ترتديه فهو لا يجعل الحرارة تدخل إلى جسمك فيطردها وتبقى ساخنا. البس الأسود في البرد. أين السجادات؟ أين السجادات؟ يوما ما Let's hit the day with a bump. نحن نتكلم باللغة العربية. هيا ننطلق. المشكل الذي يعاني منه الأغلبية. لقد صب غسلتها ونشفت. يجب أن أطوي الآن. كثير يا صاح كثير. حارب البرد كما تحارب العدو. لكن هذا غير منطقي. أحس بالبرد في رجلي ولا أحسه في الأعلى. قد أصبح لدي استامنة، قوة تحمل. لقد صنعت هذا البارحة. البارحة يعني مع الصباح في الفجر، لكن لم أتمه. إذا كنتم تريدون الوصفة والطريقة في التعليقات بسعى أقوم بتصوير فيديو مبسط كيف تصنعونه. إنه غني فيه الكثير من اللحم والكثير من البطاطس، حتى صلصة المايونيز التي صنعت بها فهي طبيعة لا تضر الصحة بتاتا. أتعرفون كم من اللحم المفروم وضعت هنا؟ المهم اشتريت هذا البارحة نصف هذا، سأتمم هذا. محتاج قهوة. أقول أحضر القهوة. حسنا، سأحضر القهوة في هذا. نحتاج الماء. الماء مثلا أبيض، إنه تشرق بروية. طريقة عندما تقوم أنت بتحضير طعامك وعملك وتقوم بأشيائك بنفسك وتتمها، فهذا يحسن من مزاجك بطريقة جيدة. وهذا عن تجربة. هذا أفتحه هكذا وأضع بعد القرفة، أضع القليل من القرفة. لحم بالتاكوس، ليس التاكوس باللحم. محتاج مياه. هذه الخابية لقد أهداها لي شخص من مراكش، أعشقها. وتضع فيها الماء فهو تصبح ملأكهم، تحس أنك في المغرب. حسنا، لا تقوم بوضع السكر، لا تحتاجونه ولا تريدونه، أنا أحتاجه من فضلكم. أنا أنصح بالسكر، أنا أحتاج السكر لأسباب شخصية. أحاول تبديله بالسكر البني فهو صحي. خذ القهوة معي، لن أتركها هنا لأنه ليس لدي الوقت، واليوم الجمعة وأريد أن أسجد باكرا لأقرأ القرآن. أريد هذا الإحساس. حسنا أوكي. حسنا، مرحبا بنا في الحديقة. سنتدرب في الهواء الطلق، كثير من الفيتامين دي. سنبدأ بتمرين العقلة، كما يسمونها بالإنجليزية البول أبس. هذا حالي الآن، عندما سأصل المئة سأريكم حالتي. يلا نلتقي بعد قليل. السيدات والسادة، لم أتعرق كثيرا، الآن سنذهب إلى حركة الدبس. الدبس هو هذا،
ادفع ادفع ادفع. لقد تعرقت قليلا. حسنا سنقوم بحركة الدبس. هذه الحركة تشغل الصدر والأكتاف الأمامية والترايسبس. هيا بنا. كنت سأقع فوق السيدة. تركت الطرقان كلها ومرت من أمامي حتى أقع فوقها. لا إله إلا الله. رو عم مصطفى عم تشنو هذيك كتسمع في البال. حسنا أيها السيدة والسادة، لقد انتهينا من هذا التمرين. انظر إلى البومب، لقد تضخمت. حسنا سنقوم بتمرين القرفصاء. سنتمرن الأرجل. لين واحدة وكمل عشرة. لقد تعبت. حسنا أيها السيدة والسادة، وهنا تنتهي حلقتنا. سأذهب إلى المسجد لأصلي، ولقد كان يوما مباركا. أنا أقول لكم كلمة أخيرة قبل أن أنهي الفيديو. أيها أصدقاء، اليوم يوم الجمعة. في أي صلاة ليست معروفة، أهي الصبح أم الظهر أم العصر أم العشاء، المهم صليهم كلهم. واحدة فيهم إن طلبت فيها طلبا من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك سيحققه لكم. وعن تجربة أيها الأصدقاء، عن تجربة. حسنا، أتمنى أن يكون بارك الله في يومكم.